مرحبا بكم تلامذتنا في الشين يوتيوب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من اللي قاعدين تشوفوا فيه في الشين. نحب نقولكم انزلوا لي على البوتون سابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو. ما تنسوش باش تعملوا لي جيم وكومونتير وتقولوا لي شنو الحاجه اللي تحبوني نعملها معاكم. اليوم ان شاء الله باش نفسروا النص نتاع تخوازيام اني باش نخدموا لي كيسيون نتاعو. النص هو على فير. نبداو بسم الله. على فيرم، على فيرم في الضيعة. الفيرم هي الفيرما كما احنا فيرما. نبداو سي لو برينتون. لو برينتون اللي هو الربيع. لو برينتون الربيع. اميلي اي على كومباني. اميلي في الضيعة. شي سي غران بارون. شي عند سي غران بارون هما جدها وجدتها. grand-parents جدها وجدتها ولي بارون هما الوالد والوالدة نتاعنا. اميلي ام بوكو لا كومباني. ام بوكو معناها تحب برشا. اميلي ام بوكو. ام بوكو نجمو نعوضوها بكلمة ادور. وكيف كيف ادور نجمو نعوضوها بام بوكو. بي اميلي ام بوكو لا كومباني اي لي زانيمو. لي زانيمو دو لا فيرم الحيوانات اللي موجوده في وسط الفيرما هذه اللي هما لي فاش. لي فاش لي بول هذوما لي بول. لي موتون هذوما لي موتون. اي لي لابان هذوما لي لابان. Aujourd'hui, aujourd'hui, معناها اليوم, Amélie se lève tôt. Amélie fait بكري tôt. Tôt, اللي هي عكسها تاخ. هذوما لازمنا نعرفوهم ولازمنا نحفظوهم. ب. Aujourd'hui, Amélie se lève tôt. واش عملت قامت بكري. Elle prend son petit déjeuner. خذت فاتورة الصباح. احنا قرينا ونعرفوا اللي البتي ديجوني هو فطور الصباح. لو ديجوني هو الغداء معناها فطور نص نهار. والعشاء هو لو ديني. داكوغ. بعد ما خذت فطور الصباح شو عملت اميلي؟ ال فا غاماسي. غاماسي معناها تجمع لو زو افيك سا غران مير. تجمع في البيض مع جدتها. هاي التصويره به واضح. نمشيو نشوفوا الاسئله. اول سؤال قلنا كي فا غاماسي لي زو. شكون باش يمشي يجمع البيض؟ احنا ديجا كنا نقولوا فيها اميلي فا غاماسي les œufs. Voilà. Sous-elle fin. Qui habite à la campagne? شكون اللي يسكن في في الكومباني في الضيعه؟ اميلي وين مشيت؟ احنا قلنا لي اميلي مشيت على كومباني شي سي غران بارون. اش معناه؟ Les grands-parents habitent à la campagne. Et Amélie مشيت بحدا جدها وجدتها اللي هما يعيشوا في الضيعة. Les grands-parents habitent à la campagne. Habitent بالـ ENT. على خاطر نحكي على اكثر من شخص. نحكي على اكثر من شخص دونك لازم نحط لو ان تي. سؤال ثالث كي ام لا كامباني. شكون يحب لا كامباني؟ شكون يحب لا كومبان؟
لينا النص وفهمناه. دونك اميلي ام لا كومباني. هذا هو النص نتاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. ونحب نقول لكم عاودوا وحدكم وعاودوا اخدموا لي كيسيون، كاين فما حاجه اكتبوا لي في لي كومونتير وانا بقدر ربي يرجع لكم.